تعمل علامات الطريق على التأكد من بقاء المركبات في مساراتها، وكما أنها تساعد على تجنب الحوادث مع المركبات الأخرى أو المشاة. عند عدم وجود خطوط تحديد المسارات على الطريق، يجب أن تقود بالقرب من الجانب الأيسر من الطريق. عندما تقود على طريق مؤلف من مسارين، يجب عليك أن تبقى على الجانب الأيسر ما لم تنوي التجاوز. إذا كنت تستدير يمينا عند تقاطع طرق أو تدخل أو تغادر عقار، فإنه يمكنك عبور أي خط محدد باللون الأبيض ما لم تخبرك الإشارة بخلاف ذلك.